فضيلة الشيخ وفقكم الله، المشهور عند الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. عند الحنابلة ما هو هذا المشهور في المذهب، لكن هذا رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية مثل قول الجمهور أنه في الزوال. نعم، والعمل على هذا. نعم، يقول: من فعل هذا القول في بعض الأحيان فهل ينكر عليه؟ نعم، يمنع من هذا العمل، ما هو على هذا. الإنسان ما يخالف ما عليه العمل في البلد يشوش على الناس، مثل ما ذكرت تتبع الأقوال، يقول أنا بظهر العلم وباء، يشوش على الناس ويخالف أهل البلد، ما يجوز هذا. نعم.